مرحبا، كيفكن؟ اليوم راجعين بموضوع عم يتكرر بالفترة الحالية وهو عيد الميلاد اليول. كتير عم تسمعوا بهالفترة انه هلا في يول، في هوكت ايد، يعني احتفال او خلينا نقول عيد بالنسبة للمسيحيين، فهو اسمه يول، عيد الميلاد. بهذا الفيديو اليوم ما رح نحكي ديانة ابدا، انا ما حاحكي انه حلال حرام، بيصير ما بيصير، انا حاحكي كلمات مترجمة مشان تفهموا لما بيحكوا حدا حواليكم او بتسمعوا هالكلام تفهموا شو عم يصير حواليكم، شو معنات هاي الكلمات. ماشي، هاي اول نقطة لازم نتفق عليها. خلينا نبلش. يول هو عيد الميلاد او الميلاد بشكل عام. ميلاد مين؟ هو ميلاد المسيح، يعني نحن بنقول بديانتنا عيسى عليه الصلاة والسلام. طيب، يول افتون هي امسية عيد الميلاد. ماشي، امسية عيد الميلاد هو اليوم الذي يسبق عيد الميلاد، يعني اذا عيد الميلاد كان 24 الشهر 24 12، فامسية عيد الميلاد اليوم اللي بيجي قبل بيكون 23 12 تقريبا. يول بورد هي طاولة عيد الميلاد، فبيوم عيد الميلاد باليول داغن، هذا هو يول داغن، اليوم اللي بيكون عيد الميلاد 24 الشهر، بيعملوا يول بورد. يول بورد هي عبارة عن طاولة بيحطوا عليها اليول مات. يول مات هو أكل اليول أو طعام اليول، في أكل معين بيأكلوه باليول، وبيعملوا شغلات معينة. على سبيل المثال بيعملوا يول جران. يول جران هي شجرة عيد الميلاد، شجرة عيد الميلاد بتجي مثل ما بتشوفوها بالأفلام وبيزينوها بشكل عام. يول كلاب هي هدايا عيد الميلاد، هدايا عيد الميلاد غالبا بتنحط جنب الشجرة وبتنفتح باليول افتون. يول افتون هو الأمسية لنا، فالهدايا بتنفتح قبل بيوم من يوم الميلاد. باليول بورد، بطاولة اليول أو بطاولة يوم الميلاد، بيكون في اليول مات لنا، أكل اليول، واللي غالبا يحتوي على اليول شينكا أو اليول خينكا. خينكا هي عبارة عن فخذ لحم الخنزير، طبعا كنا بنعرف بالسويد انه هون بياكل لحم الخنزير، فالخينكا هي جزء الفخذ من لحم الخنزير. وبيشربوا يول موست. يول موست هو شراب معين، ما بعرف شو ترجمته بصراحة بالعربي، هو شراب مخمر من اعتقد من مثلا جنزبيل، قرفة، بهارات، ومخمرة بطريقة معينة. الوصفة سرية، ما حدا بيعرفها غير 3 أشخاص أعتقد بالسويد، فهي وصفة سرية جدا، بس يتوقع تكون من مواد انجفار، زنجبيل، مثلا ممكن تكون آنياس، زهورات، يعني أعتقد هيك أنا قرأت مرة. يول تومتي هو بابا نويل. بابا نويل هو هذا اللي بيجي لابس أحمر، له دقن، بيحط الهدايا على أساس مثل ما بتشوفوا بالأفلام. طيب، باللغة الأجنبية اسمه كريسمس، نحن بنعرفه إنه كريسمس، هابي كريسمس، عيد ميلاد مجيد، هم بيقولوا جو يول، جو يول يعني عيد ميلاد مجيد. أول شيء في عنا بعيد الميلاد في عنا يونغ فرو ماريا. يونغ فرو ماريا هي نحن بالعربي بنقول مريم العذراء. مريم العذراء هي والدة اليسوس، والدة عيسى، والدة المسيح. فهي المعلومة مهمة، لأنه إذا سمعتوا كلمة ماريا، يونغ فرو ماريا، بتعرفوا إنه هي مريم العذراء. هون ما اسمها مريم، اسمها ماريا. ويسوس عيسى قريبة لكلمة يسوس من عيسى، فالواحد لازم يعرف إنه يسوس ماما أم عيسى عليه الصلاة والسلام هي يونغ فرو ماريا، أو مريم العذراء عليه الصلاة والسلام. طيب، هون في كلمة أنا جايبها من اللكسين، مثل ما شايفين في ترجمة، في تعليمات حنقرأها، لأنه في شغلات مهمة هون بصراحة بدي أحكي عنها. هلا اليول بحد ذاته هو الميلاد المجيد، بيجي بين 24 و 26 ديسمبر مثل ما شايفين هون، هو عبارة عن يوم عطلة ذكرى عيد ميلاد السيد المسيح. ترجمته أو المعنى الثاني لكلمة يول هو إن أوف كريستنا شيركو أوريتس، هو واحد من أيام الكنيسة المسيحية، خلينا نقول ستورشتا هوكتيدر. ستورشتا هوكتيدر يعني أعياد، أكبر عيد للديانة المسيحية. في رد يحتفل تلميني على ذكرى أوف يسو فودلس، على يحتفل على ذكرى ولادة المسيح. أعتقد هنا في خطأ باللكسين، كانوا ناقصين ليس أعتقد. من أكبر الأعياد المسيحية يحتفل به في ذكرى عيد ميلاد المسيح. الأمثلة: فر يول قبل عيد الميلاد، النضاج يول اليوم الثاني من عيد الميلاد، تعابير بنقول جو يول، عيد ميلاد سعيد. طيب، افتون حكينا عنها، هي الامسيه كفيل. هون شايفين افتون، هون شايفين كيف بتتصرف الفعل افتون او الاسم افتون، بصير افتونين، يعني هي عباره عن ان وورد، فهدول اللي جايين بالاقواس مثل ما بتعرفوا انتم اكيد مستخدمين المترجم من قبل، فبتعرفوا انه يول يولين، فهو ان وورد اكيد. طيب، هو عبارة عن هوكتيت التومي فيسا تريك سيرشات نام بوداغر. هو عبارة عن يعني بتنقال بشكل عام سهرة، بس يول افتون هي اليوم الذي يسبق عيد الميلاد. طيب، مثل ما شايفين هون في امثلة: ان ليك كاد افتون، امسية ناجحة، وافتون مساء الخير، يا افتون دانس، امسية راقصة.
سما ساتنينغان يعني تصريفات أخرى أو تعابير أخرى يول أفتون ليلة عيد الميلاد فيس أفتون أمسية شعرية أفتون كلانينغ فستان السهرة. أنا عم بقرأهم مشان تعرفوا كيف بينقرأوا. أفتون بيرن هو صلاة المساء وأفتون رود نط هو إحمرار الشفق. طيب الترجمة موجودة، فينكم توقفوا الفيديو وتشوفوا الترجمة وتكتبوا الكلمات إذا أنتم محتاجينها. ذكر أخون يعني الزينة أو التزيين، هي عبارة عن إن أورد مثل ما شايفين ذكر أخون، وتسميكنين كمان تنزين، وبريد نط مزين. فهدول الكلمتين كمان معناتهم تنزين، هدول سونيمر، سونيمر يعني مرادفات لكلمة مزين. شايفين زينة، تزيين، تزويق، زخرفة وإلى آخره. يول ذكر أخون زينة عيد الميلاد، فيست حفل كلنا بنعرفها. فممكن تجي هي انه هناك الرجل ايتر ودريكر ياكل ويشرب جوت يعني بشكل طيب، وهارو وليكت ويستمتع على سبيل المثال. يول فيست هي حفله عيد الميلاد، فيست مال طعام الحفل، فيست بريسه هو محب للسهر والحفلات، فيست سبيل هو المهرجان او هيك يعني انه طوشه، خلينا نقول طوشه المهرجان او عجقه المهرجان. جريس هو خنزير، جريسر الفعل اعتقد منها، جريسر يعني تخنزر يمكن هيك نحن بنقول بالعربي ما بعرف. الى معنى ثاني هي زفين، زفين كمان هو لحم الخنزير. لما بنقول عن شخص جريس بنقول عنه لما بنكون عم نحكي عن قذر او مقرف. ما بعرف هذا التعبير اذا صحيح بالمترجم كاتبينه اللي كنتم شايفين هون، بس ما بعرف هذا التعبير اذا صحيح باللغه السويديه. اذا قلت عن حدا انه جريس بتكون عم تقصد فيه انه مقرف ولا ما راح يفهم عليك انت شو قصدك. مثل باللغه العربيه لما بتقول عن حدا مثلا حمار انه ما بيفهم، فما بعرف اذا هلا هون باللغه السويديه اذا قلت عن حدا حمار اوسنا فهن ما بيفهموا شو قصدك فيها، يعني انه شو دخل اوسنا ما ففهماني عليه. في كل لغه لها تعابير معينه. ما بعرف اذا هون هي الخنزير عن جد بتدل على القذر والقرف ام لا بحكم انه بياكلوا لحم الخنزير. طيب في مصطلح عنا يا شو بجريسن اساكن، يعني بيشتري شيء بدون ما يشوفه، يعني عم يشتري خنزير بقلب كيس بدون ما يشوف الخنزير. هون عندهم يا هذا المصطلح معناته انه يشتري شيء من غير ان يراه. هذا مصطلح ممكن تستفيدوا منه لقدام. يوغل جريس خنزير عيد الميلاد، جريس شوت هو لحم الخنزير، هالي هي الحفلة أو هي يوم العطلة، خلينا نقول العطلة بشكل عام. ليدي هيت، ليدي هيت يعني عطلة، هي مرادف لها. شرق لقهو كتيدر يعني أيام الأعياد المسيحية أو الكنيسة، المناسبات اللي علاقة بالكنيسة. يول هالي هي عطلة عيد ميلاد، لونج هالي عطلة طويلة، هالي في رند احتفال خلال العطلة، وهالي داغ يوم العطلة. هاي الكلمة ما لها داعي، ما لها علاقة بالصياغة اليول، فمنقطعة. اللي بده إياها فينا يقرأها. طيب يول افتون امسية عيد الميلاد حكينا عنها، بتجي 24 ديسمبر اعتقد مثل ما شايفين 24 ديسمبر، مع قبل يمكن عمل لما ببلش 24 ديسمبر بالليل، ثاني يوم الصبح ب 24 ديسمبر يعتبر يول داغن 24 25 و26 اعتقد هيك. دين داغ دومان ديلر اوتيول كلابر هو اليوم اللي بيوزع فيه هدايا عيد الميلاد. يول بورد حكينا عنه، بوفيه عيد الميلاد اللي بنحط عليه اليول مات، لك يول مات هو اكل عيد الميلاد. وفينا نقول سمورغوس بورد، سمورغوس بورد يعني طاوله الساندويش او طاوله اللي احنا بنقول بالعربي عروسه، اكل هيك على السريع، ساندويش يعني على السريع. يول داغن هو يوم عيد الميلاد مثل ما شايفين 25 ديسمبر، فمعناتها اعتقد 24 كامل ممكن يكون اسمه يول افتون، و25 هو اليول داغ. انا ما كثير بصراحه بعرف بهالاعياد، بس انه قرات عنها من قبل. يول جران هو شجره عيد الميلاد، ديكوريرر تليول تزين لليول، هي كلمة ديكوريرر أخذناها قبل شوي، آسف آسف شو صار، هي كلمة ديكوريرر أخذناها قبل شوي إنه تزين لليول. يول كلاب هو هدية عيد الميلاد، شايفين بريسنت هدية، مانير تيلفنر الشخص بيعطيها للأصدقاء، بويول أفتون بأمسية عيد الميلاد. يول كروبا هو مهد المسيح، هو عبارة عن مشهد ممكن تشوفوه بالكنيسة بيعرضكم كيف الرعاة تبع المسيح وقتها عبدوه، أو وقتها يعني شلون بيقولوها انتخوا لعبادته او نزلوا على الارض، يعني بمعنى انه عم يعبدوا. فاتيل باد بمعنى عباده او بمعنى صلاه. يوسوس بان لما كان يوسوس لما كان عيسى طفل. استلت اعتقد هي مكان، ممكن تكون اسطبل، ممكن تكون حظيره، ما بعرف اعتقد شو ترجمتها الحرفيه، بس هو المكان اللي صارت فيه هذا المشهد. الرعاة هن هيدنا اللي صلوا للمسيح، طبعا هذا حسب القصه يعني المسيحيه. يولوطا، يولوطا هو قداس عيد الميلاد، بصراحة هذا بينعمل بصباح اليوم يعني 25 ديسمبر بينعمل بالصبح، أعتقد ممكن يكون شيء له علاقة بحفل أو يعني ما بعرف إذا هو شيء ديني ولا هو شيء بس هيك حفلة وأكل وهيك شغلات. يولخينكا هو خنزير عيد الميلاد أو لحم الخنزير، فخذ الخنزير.
مثل ما قلنا بأول الفيديو. يول تومتي هو بابا نويل، كلاب هو هدية لنا هنودول، لاك هي ما لا داعي هون، موست هو شراب مخمر حكينا عنه، يول موست هو شراب عيد الميلاد لكم موجودة هون، أبلي موست هو شراب التفاح المخمر، بينت هي زينة اللي بده إياها بس هي مانا مهمة بهاي، مثل ما شايفين يول بينت زينة عيد الميلاد، بيسل يعني شيء عم تعمله أنت بإيدك أو شيء عم تشتغله بإيدك، شغل مثل ما شايفين يول بيسل شغل عيد الميلاد، وبيسل جروب مجموعة شغل أو مجموعة ناس عم تشتغل مع بعضها. خينكا حكيناها من قبل، روك تخينكا هو لحم الخنزير المدخن، وكوك تخينكا لحم الخنزير المسلوق أو المطبوخ، يول خينكا هو خنزير عيد الميلاد أو لحم الفخذ الخنزير عيد الميلاد. خينجا سمورغوس، سمورغوس انه سندويشه، ف يعني نفس الشيء. ستامنينج هو جو، فبنقول يول ستامنينج جو عيد الميلاد، ما فهمت عليك، يول ستامنينج جو عيد الميلاد او روح عيد الميلاد. ديزاستر هون كئيب، بمعنى كئيب، ان ديزاستر ستامنينج هو جو كئيب. طيب ستامنينج فول مليء بالفرح او مليء بالبهجه او جو هيك، خلينا مثل ما احنا بنقول جو هاي، جو عالي يعني. ستوك، ستوك يعني ضيق او محشور او هيك العجقه كثيره. يول ستوك مثل نقول نحن عجقة عيد الميلاد أو عجقة النشاطات عيد الميلاد، بس هي بتجي معنا عجقة أو هيك كتير في عالم زحمة. خلينا نقول تردي خون هي عادات وتقاليد، هي بتعرفوها. يول تردي خون هي عادات أو تقاليد عيد الميلاد. تردي خون إن ليك يعني حسب التقاليد، لأنه إن ليك بمعنى حسب، فبتصير تردي خون إن ليك يعني حسب التقاليد أو حسب العرف. فيرس مقطع شعري، يول فيرس أعتقد غنية للميلاد، او لا يول كلابس فيرس مقطع شعري يكتب على هدايا عيد الميلاد، لانه يول كلاب هي هدية عيد الميلاد وفيرس شعر، فيول كلابس فيرس هي مقطع شعري ينكتب على الهدايا اعتقد. طيب هيك بنكون حكينا على الكلمات المهمة اللي بتجي بعيد الميلاد. حاليا فتنا على صفحة يول اوتو سيدور، كتبنا اوتو سيدور ارتيكلر اوم يول، مقالات عن اليول، بدنا نشوف يعني بوبولار موسيقى يول، موسيقى مشهورة في اليول، ففيك اكيد في موسيقى مشهورة يلي بده اياها، في 10 موسيقى 10 اغاني مشهوره، ممكن الواحد يفوت على هذا الرابط ويشوفون شو هن الاغاني. اعتقد افرجيكم اياهم هون اذا بدكم اسمائهم، بعد ما تقرا المقال كله بتلاقيهم تحت ليكم. اكثر 10 اغاني مشهوره باليول هدول اسمائهم اللي معلمين بالاسود الغامق، ممكن تدور عليهم وتسمعهم اذا انت حابب تسمع اغاني لها علاقه باليول. طيب مونجا بيل هاي يول موست، يول موست انه هو شراب اليول حكينا عنه من قبل. يول موست هار بليفيت انفيكتد دريك، هو شراب مهم بالسفاريا بالسويد تل يول على عيد الميلاد. سماكن فينس ايت هيملي ريسبت، الطعم موجود في وصفه سريه ما حدا بيعرفها، واذا بتقراوا المقال كامل بتشوفوا انه بس 3 اشخاص بالسويد اعتقد هن اللي بيعرفوا وصفه اليول مستشرب عيد الميلاد. مونجا بريفتي تومتي، العديد من الرسائل الى تومتي الى بابا نويل. تومتين هذا العنوان هو عنوان التومتي اللي بده يبعث رساله للتومتي، في عالم في سودانيين كثير بيبعثوا رسائل للتومتي، ما بعرف ليش بصراحه، بس ممكن هو من تقاليد عيد الميلاد. دي ار تومتنز ادريس، هذا هو عنوان التومتي. مونجا سكريفر بريف تي تومتين، العديد يكتبون رسائل الى بابا نويل. ميليتارنا فليجر اي مونستير، الشرطه والعساكر تطيرون بشكل نمط معين. فاريا اور كل سنه فور يول قبل عيد الميلاد، فليجر سفنسك ميليتار ميسينا فليك بلان، بيطيروا العساكر السويديين مع طياراتهم. اتيز داكس في يوم الثلاثاء، هذا كان ب 6 ديسمبر يعني باول شهر 12، فلوك دوم اوفر سودرس فاريا ايت مونستر، طاروا هن فوق جنوب السويد بشكل بنمط معين، اعتقد بشكلوا شيء معين، بيعملوا صوره معينه بالسماء. يول اوبوتيكر ناس فونستر، اليول او عيد الميلاد في شبابيك او محلات او واجهات المحلات. مونجا بوتيكر يور فيند، العديد من المحلات بيعملوا بشكل جميل اسينا فونستر تليول على نوافذهم من شان اليول. دونفيل ات في هاندلر، هن بدهم نحن نشتري من يعني منهم اكيد. من اي اور، ولكن في هذه السنه واعتقد السنه الماضيه بلير دي كانسكي كانشي كانشي ميندري هاندل، صار شراء اقل او يعني كان شراء اقل على غير العاده. هون اخبار اعتقد انه في سايتين كراش شادي فور اس جي، موقع الاس جي تبع الباصات او تبع الاسف تبع شو اسمه هذا القطارات، كان الموقع مو عم يشتغل، ناس عم تحجز تيكيتات ما عم تقدر تحجز، واللي حجز وراح على التيكت، فاعتقد هدول اخبار عن انه بدهم يعوضوا من هالاخبار يعني. ساغا هم يول كالندر، يول كالندر هو تقويم اليول، حكايه عن تقويم اليول. اوريتس يول كالندر هو برنامج من عرض على الاسفيتين. اير ان ساغا هو ساغا خاصة عن ان برينز عن امير بعام مثل ما شايفين 1700.
طيب، وفي اخبار عن نواري والسلوتر، اعتقد هذا خبر كتير قديم من 13 نواري 2022، فيعني مش مشافين الاخبار بشكل عام. في كلمات يول، هدول الاخبار الجديده اول شيء ب 16 ديسمبر 2022، يعني من كذا يوم او اعتقد من شيء 3 4 ايام، وهذا اول شهر 12 وهذا كمان اول شهر 12. فيعني هلا بالاخبار كتير بشوفوها، وكل ما بيقدم اليول او كل ما بنقدم باتجاه اليول او ايام اليول حتسمعوا اكثر واكثر عنه، وحكيت حتشوفوا عنه بالتلفزيون واليوتيوب. هذا هو كان الفيديو اليوم، بتمنى تكونوا استفدتوا وعرفتوا الكلمات اللي عم تنحكى قدامكم. استفدتوا يعني بشكل عام، اذا سمعتوا هيك موضوع ما تحسوا حالكم انكم مو فهمانين شو عم يصير او تسمعوا كلمات غريبه، الكلمات حاليا موجوده بدكم تراجعوها. فهذا الفيديو مرجع لكم من ناحيه الكلمات اللي بتيجي كتير، والمناسبات والاشكال. طبعا احنا كثير مهم انه نعرف شو بصير هون باليول، لحتى يعني نعرف، خلينا مثل ما نقول احنا عايشين بهالبلد، فلازم نعرف شو عم يصير او شو هو الاحتفال، ايمت في عطل، ايمت ما في عطل، ليش بيعطلوا، ليش ما بيعطلوا، والى اخره من هذه القصص. طيب، هذا هو الفيديو، بشوفكم في فيديو جاي. سلامات وموفقين.